أخبار اليوم. دي عندنا شوية statistics هنا. The Egypt is lagging behind in the use of technology and education. 41% of Egyptian women are not interested in the internet. 32% of women and girls in Egypt use the internet. فيعني من الواضح إن في عدم استخدام التكنولوجيا of course for all men. ف we're gonna focus on this. Okay. Now we're reading down as well. Okay, we want to embrace this concept. البلاي روم بقى البلاي روم دي اسمها فاني they gather at any time now we have the art يعني دي الميوزك روم and we believe in creativity this room is only dedicated to music. In the morning, the view is very uplifting, it's very positive place to be. We're gonna have a session with teachers. فاحنا هنشوف دلوقتي الديزاين از بيوتيفول. بص حضرتك برضه البالكوني والصبح حاجه ثانيه. ذا لايت از سو ابليفتنج ذير از لايت ايفري وير. ذيس ديزاين ذات از لايت جامعة خليج حتى نسميها so now the عائلة أوتيل وغرفين هنبدأ عائلة يس عائلة وهنا ليفينج عشان يلعبوا ويبقى في سام كونكشن اوكي حضرتك هتشوف دلوقتي الأوضة بتاعت الأم اللي هي هتاخد بالها من الأطفال دي ودي أوضة الأم اوكي مظبوط الأطفال عشان طبعا لما هيجوا عند سنة صغير في الأول هيقعدوا هنا اوكي عايزين يشيلوا الستيجما بتاعت الغرفة اسرع شوية يا ابن الذين فده ميكنج شور ان هو الاكل كله اورجانيك معمول